السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هسألكم سؤال، اللي عاش مع أبوه لحد ما توفاه الله أو لحد ما تزوج وخرج من البيت مثلا 30 سنة 25 سنة، اتعلم منه إيه؟ اللي عاش مع المدرس بتاعه 16 سنة من كل مرحلة لمرحلة، اتعلم منه إيه؟ اللي عاش مع شيخه في سنين طويلة، اتعلم منه قد إيه؟ النهاردة معانا موضوع مختلف، ثمانية أبكتني بكاء شديدا. سأل أحد العلماء تلميذه: منذ متى صحبتني؟ بالك قد إيه معايا؟ فقال التلميذ: منذ 33 سنة، بقالي معاك 33 سنة. فقال العالم: فما تعلمت مني في هذه المدة؟ فقال التلميذ: ثمانية مسائل. فقال العالم متعجبا: إنا لله وإنا إليه راجعون، ذهب عمري معك ولم تتعلم إلا ثماني مسائل فقط؟ فقال التلميذ: لم أتعلم غيرها ولا أحب أن أكذب عليك. فقال العالم: هات ما عندك حتى أسمعه. قال التلميذ: الأولى أني نظرت إلى الخلق فرأيت كل واحد يتخذ صاحبا، فإذا ذهب إلى قبره فاركه، أي فارك صاحبه يعني، فصاحبت الحسنات، فإذا دخلت القبر دخلت معي. يبقى الاستكثار من العمل الصالح وأن تحصد أكبر عدد من الحسنات في حياتك، لأن العمل هو فقط الذي سيبقى معك في قبرك، ولن يستطيع أحد أن يدخل معك في قبرك إلا عملك. هي دي خلاص كده، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، قطع عمله: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. تاني حاجة، أني نظرت في قول الله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أو فاشتهدت على نفسي في دفع الهوى حتى استقرت على طاعة الله عز وجل، حتى استقرت على طاعة الله عز وجل. نفسي والدنيا والشيطان والهوى، كيف السبيل وكلهم أعدائي، كل دول بيحاربوك. فجاهد نفسه على مدار 33 سنة حتى استقرت هذه النفس على طاعة الله عز وجل وعلى مراد الله عز وجل وعلى ما أراده الله عز وجل. ثالث مسألة، أني نظرت إلى الخلق فرأيت أن كل من معه شيء له قيمة حفظه حتى لا يضيع. ثم نظرت إلى قوله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فكلما وقع في يدي شيء له قيمة وجهته لله ليحفظه عنده سبحانه. ايه احلى حاجة عندك؟ اولادي، خلي رب تربيتهم لله وفي الله ومع الله. المال عندك ليه قيمة؟ انفكه لله وفي عيال الله وفي فقراء الله، ولا تنفقوا في حرام. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. هو ده ستجده يوم القيامة، المال يأخذه المولى عز وجل فيربيه ويكبره كما يربي أحدكم فلوة حتى يأتي يوم القيامة كحسنات كثقل جبل أحد. رابع مسألة، أني نظرت إلى الخلق فرأيت كلا يتباهى بماله أو حسبه أو نسبه
ثم نظرت إلى قول الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فعملت في التقوى حتى أكون عند الله كريما، فإن الله لا ينظر إلى أجسادكم وإلى صوركم، لا والله، ولكن الله ينظر إلى قلوبكم التي في صدوركم، فإن أكرمكم عند الله أتقاكم. التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. التقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، واتقوا الله ويعلمكم الله. خامسا، أني نظرت إلى الخلق يعادي بعضهم بعضا ويبغي بعضهم بعضا ويقاتل بعضهم بعضا، ونظرت إلى قوله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فتركت عداوة الخلق وتفرغت لعداوة الشيطان وحده. دلوقتي الناس يتنافسون في البغض والكراهية والعداوة، ومن أجل ماذا؟ من أجل منصب حقير أو كرسي زائل أو شهوة محرمة فانية، يتنافسون على الدنيا. والله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى عليكم الدنيا، أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. سادسا، أني نظرت إلى الخلق وهم يتحاسدون على نعيم الدنيا، فنظرت إلى قوله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فعلمت أن القسمة من عند الله، فتركت الحسد عني. يا أخي ارضى بما قسمه الله عز وجل لك، ارضى بما أنعم الله عز وجل عليك من نعم، لما تنظر لما لا ليس في يديك. دائما ما ننظر إلى الغير، تبص لغيرك اللي هو في غيرك، طب ما تبص النعم ربنا عليك، ده بيخلق جواك حسد. ليه؟ سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى قسم معيشتنا وده كل واحد اللي يقدر يعيش بيه في الدنيا، اللي حاله متوسط لو أغناه الله عز وجل كفر، والغني لو فقره الله عز وجل لكفر. سبحان الله، المولى عز وجل يدير هذا الكون بدقة بالغة. سابعا، أني نظرت إلى الخلق فرأيت كل واحد منهم يكابد نفسه ويذلها في طلب الرزق، حتى أنه قد يدخل فيما لا يحل له، فنظرت إلى قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فعلمت أني واحد من هذه الدواب، فاشتغلت بما لله علي وتركت مالي عنده. خايف من إيه؟ لو أنكم هتتوكلون على الله حق التوكل رزقكم كما يرزق الطير تاخدوا خماصا وتروحوا بطانة. تامن حاجة وهي آخر حاجة، أني نظرت إلى الخلق فرأيت كل مخلوق منهم متوكلا على مخلوق مثله، هذا على ماله وهذا على ضيعته وهذا على مركزه، ونظرت إلى قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فتركت التوكل على المخلوق واجتهدت في التوكل على الله الخالق. أنا لسه قايلين اهو، لسه قايلين لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تاخذوا خماصا وتروحوا بطانا. اسال الله عز وجل ان يحفظكم بحفظه وان يرعاكم برعايته. بحبكم في الله،
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك.